السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا اخوكم يعود اليكم من جديد. قبل ما غادي تشوفوا معايا هذه المقاطع، ما بقينا فاهمين والو اصدقائي. قبل ما غادي تشوفوا معايا هذه المقاطع لاول مره يشوفنا، بالي غير يضغط على زر الاشتراك، يضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلوا كل جديد ديالنا. في الاونه الاخيره عرفتوا بان حظر التجول في المغرب والحجر الصحي، ويعني بدات غلق المقاهي، يعني في المغرب كما نقولوا حظر التجول من 8 نتاع كما نقولوا مساء حتى السادس الصباح، ما يبقى يدور حتى شي واحد. ولكن نتفاجئ اخوان مشاهدين هذا الفيديو اللي غادي تشوفوا معايا انه يبان لي الشطيح والرديح والمشاهير فيها البوسان التعناق، ما كان لا مسافه الامان، ما كان لا حتى شي حاجه. ومع العلم هذا المرض الجديد اللي تطور، هذا ديال كورونا اللي كيفتك الاعضاء ويفتك كل شيء اخواني المشاهدين، ولكن مع العلم انهم ما كيخافوش على ريسانهم، وما بحال اللي كيكذبوا ان الناس راها مريضه اخواني المشاهدين، الناس راها ماتت، الناس سبورتيف، الناس عندها القوه وماتت بهذا المرض. شوفوا معايا هذا الفيديو هذا. انتوما اخواني المشاهد هز يا ويز، ما كان غير الشطيح والرديح والعالم الرياضي، ما كان غير شوفوا ها انتوما البوسان والتعناق تجمعوا فيها، ومشاهير اخواني المشاهدين يعني فيها مشاهير، وها انتوما بقينا فاهمين والو، ما بقينا فاهمين حتى شي حاجه، ما بقينا فاهمين والو. ها في التجمعات ها انتوما ما فهمنا لا شواد ولا ناس ولا ما فهمنا، كل شيء جامع فيها تما. ها مول البنديري بندر لها، الناس ولا دايره عيد الميلادات ولا دايره البار، الناس ما شفتوا الاونه الاخيره ولاو كاع الناس بعض الناس كانوا يخترقوا الحجر الصحي، داروا عراسات داروا كذا، ولكن ريضهم القضاء المغربي. ولكن ها انتم اخواني المشاهدين تشوف ها هذه تقول غير ديامس، ديامس مي كانت فوقتها ها تعنق وتسلم، ها الشطيح هز يا ويز اللي عندها شي مؤخره تهزها، هذيك اللي دايره بحال ديامس تما ما بغيتش نسميها اخواني المشاهدين، انها ما لا حول ولا قوه، غير تعنك تسلم في هذا، ما عرفناها ليزبيانه، ما عرفناها جاده، ما عرفنا والو، والله ما بقينا فاهمين والو اخواني المشاهدين. كما كتشوفوا الحجر الصحي، حظر التجول، ومسافه الامان، والو. ها انتم غادي نخليكم تشوفوا، انا هذا الفيديو درته اكسترا، درته بالعاني باش تشوفوا ان في المانيا، شوفوا القوانين وشوفوا صورت هذا الفيديو هذا باش تشوفوا الحجر الصحي. كما كتشوفوا هنا اخواني المشاهدين في الدول المتقدمه، يعني هنا في المانيا، ان كاين الحجر الصحي اخواني المشاهدين، يعني حظر التجول ما بتسعة ما يبقاش بنادم يدور هنا، يعني التسعة نتاع الليل هنايا خص بنادم ما يبقاش يدور، الى لقاوك الدور تخلص 10 ديال المليون بروسي. هذه غير بالنسبه ها انتم كما كتشوفوا راهو دندبانه ما كدورش، ها يعني كي كما نقولوا كيحترموا الحجر الصحي وكيحترموا الحظر التجول. هذا غير مقطع صغير درت لكم اخواني المشاهدين، وفي نحاره الناس كدير الحفلات في المغرب ومع المشاهير البوسان واش اخر، راكم شفتوا اخواني المشاهدين، ماشي هذا منكر، ماشي هذا منكر. هنا وكان دير حفله كما شفتوا معايا هذاك مقطع صورته لكم، بان الناس دول المتقدمه باش ما تكثرش عندهم المرض، انهم كيحترموا الحجر الصحي، كيحترموا حظر التجول، كيحترموا بزاف ديال الصوالح. ولكن شفنا شي صوالح اللي ما فهمتهمش انا، البوسان، التعناق، الحفلات، يعني ما فيها كورونا، فيها القانون، فيها الاخر، الله اعلم. باش تعرفوا اخواني المشاهدين ما بقينا فاهمين حتى شي حاجه، لان المرض كاين وناس نعرفوهم ماتوا، وناس شفناهم بعينينا ماتوا، ناس يعني صحاح، يعني ما كيكمي وما كيدخنوا وما كيشربوا سبورتيف. انا يعني عارفين بغيتي تقولوا ان الاجل ديال كل واحد يكمل، ولكن راه هذا المرض كاين اخواني المشاهدين، وكما نقولوا بهذا المثل هذا الوقايه احسن من العلاج، يعني بنادم خصو يدير اتونسيو. هذه من جهه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ولكن ما فهمناش واش بنادم يطبق على القانون، يطبق على الفقراء، خصها بحال هاد الناس هادو خصهم يديروا لهم بروسي. اقسم بالله وكان دير بحال هذاك الشيء هنا، حتى ضرب واحد البروسي 20 مليون ولا 10 مليون. مع العلم هنا دايرين الحظر التجول تسعه ما تفوتهاش، صافي لقاوك في الزنقه البروسي، ما كاين لا هادي ولا هادي. الا بحال نقولوا هنا الا بغيت الزياره يجيو عندك ولا
يجي عندك غير موك باك خوتك، ماشي واحد عم تقول والو، لان هنا دايرين ان شاء الله في يناير غادي يشوفوا واش يقلعوا الحجر، هذا الحجر الصحي بنادم كيخرج عادي، ولكن حد تسعه صافي حضر التجول. المحلة مبلعين يعني كما نقولوا، غير اللي هنا غير اللي سوبر ماركت اللي محلولي ديال الماكله، والريستورات اللي بحال نقولوا تبشتي اللي كما نقولوا دوموندي يجيبوه لك للدار، ولا تمشي تما انت الدو عادي وتخرج تخدم، المهم تخرج عادي الدور كما نقولوا، ولكن كل شيء مطرق. المهم هذه من جهه، هذا كما نقولوا قادوس بلعناه. اما بالنسبه لدنيا باطمه، اما ما يخص منى الصابر ودنيا باطمه وحلا ترك، يعني اخواني المشاهدين هادشي اللي غادي تشوفوه معايا هادشي بيزار باش تعرفوا ان كما نقولوا المغنيه انها كان عندها خلافات قديمه مع منى الصابر. واخواني المشاهدين انهم تغريدات وكومنتيرات، يعني من دخلت منى الصابر للسجن مع حكموا عليها بعام وقوف بوقوف التنفيذ، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، والله القسم إلى علامة الساعة، أنا عمر ما شفت شي واحد يدخل، ها اللي قتل أمه، ها اللي صيفط أمه للحبس، عمري ما شفت شي واحد ومرتاحة وصيفطت الأم ديالها للحبس، ينعل جد بوهم هاد الفلوس. شوفوا معايا هاد المقاطع إخواني المشاهدين. بسبب عدم سدادها مبلغا ماليا لابنتها بقيمة 20,000 دينار بحريني حوالي 48 مليون سنتيم مغربي كانت قد استلفته سابقا من ابنتها بسبب ظروفها المالية الصعبة حد تعبيرها. أنا أمها يعني، أنا أمها كنت أصرف عليها. إلا أن حلا بعد الهجوم عليها من طرف جمهور كبير ردت بشكل مستعجل وكتبت: أنا ما رفعت على أمي قضية ولا تسببت بالذي يحصل، هي تبقى أمي وأنا أحبها وأتمنى لها الخير. وأضافت حلا متسائلة: هل فكرت أمي ماذا ممكن أن يحصل بعد الفيديوهات التي ظهرت بها؟ كل شيء ممكن تشترينه بالفلوس إلا الأخلاق. الله يلعن أم الفلوس والشهرة اللي توصل أهل يسووا ببعضهم كده. الأم كنز، المفروض الواحد ما يسوي لها. لكن الجمهور ينتظر تدخل أحلام، لأن والدة حلا طالبتها بذلك لحل خلافاتها مع ابنتها. والله ينعل جد بو الفلوس، 70 مليون 20,000 مليار ينعل جد بو الفلوس. ما الوالدين مذكورين في القرآن: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وارحم. سبحان الله العلي العظيم، أعطاتك الجرأة باش تصيفطي أمك للحبس. حسبنا الله ونعم. انا بعد ما بقيتش فاهم واش راني كنحلم ولا هادشي نيشان، يعني بسبب كتسلها الفلوس عندها مانيش عارف ما يقارب 48 مليون سنتيم كان سلفتها عليها، ما جا ما قدرتش تعطيها لها ولا مات الكنز. تعرف راه امك هي خدمت عليك كما قلت، انها خدمت عليك في صغرك وعطاتك وشكون اللي كبرك وشكون اللي كذا، ولكن في التالي انت كطالبيها بدوك المبالغ وفي التالي ما عطاتهمش تصيفطيها للحبس. شوفوا هذا المقطع، هذا آخر إخواني المشاهدين باش تعرفوا أن المغنية المشهورة أنها فرحانة من صفتها للحبس بعام بسنة نافذة عن التوقيع. المهم من صفتها للحبس بعام إخواني المشاهدين خرجت وبقات تغني واحد الأغنية، يعني يوم علي ويوم عليك. شوفوا معايا هذا الفيديو هذا، وشوفوا بانها واحد الفيديو اخر غادي تشوفوه معايا في هذا المقطع هذا، انها اخواني المشاهدين جبدت عندها البنت وجبدت عندها الاولاد وجبدت عندها الراجل، مع العلم ان لكومونتيرات هجموا عليها وهجموا عليها عباد الله وهجموا عليها، مهم الناس بالتعاليق قالوا لها يا اخي، المهم ما خلاولهاش، بقاو عليها يا خطفت الرجال، ماشي احنا اللي قلنا، هما اللي قالوا يا خطفت الرجال، خطفتي الراجل لمرتو وزدتي خطفتي ولادو وزدتي صيفطيها للحبس. وهي كتقول لكم هي حاله ترك يعني دخلت على الخط وقالت علاش نتوما كما نقولوا بهذا المفهوم هذا كتدخلوا اي حاجه كتدخلوا فيها دنيا. شوفوا هذا المقطع. شوفوا هذا المقطع الثاني باش تعرفوا انها كان عندها خلافات من قديم الزمان. اخواني المشاهدين هذا بروف يعني من 2017 وكثر، يعني اكثر من 2017 وما عندهم خلافات.
انهم الناس يعني يدخلوا على الخط ويدخلوا لي كومونتير وبزاف كيقولوا لها انت ما كتبغيش تعطيهم ولادهم وكذا. هي كتقول لك انا عايشه مع خالتها هي اللي هي المغنيه وباها وكذا، قال لك ما خصها حتى شيء، ولكن على الجد بهم الاولاد اللي تكبرهم ويديروا لك بحال هكذا. ولكن الجيل ديال اليوم هكذا. قال لك سيدي انها بغات الشهره وبغات كذا، وقالت لك كتلعب فيها دور البراءه. لا لا اسي مانيش عارف باش غادي نقول واش هذوك راهم بناتها من حقهم، وراه لا قانون لا حتى شي واحد ما يحيد لها بناتها، لانها هذوك راهم غادي يبقاو بناتها. هذه من جهه. كما شفتوا انها يعني بزاف ديال الناس اللي هجموها، بزاف ديال الناس اللي هجموها وقالوا لها انها، كما شفتوا اخواني بزاف ديال الناس هجموا المغنيه قالوا لها بلي انت يعني ديتي يخطفت الرجال، يخطفتي لها رجلها وخطفتي لها ولادها وما بغيتيش تعطيها ولادها وزدتي صيفطيها للحبس. اخوان المشاهدين، وخرجت كما شفتوا انها خرجت بواحد المقطع كتغني فيه يوم علي ويوم عليك، ولكن بعض الناس خرجوا وقالوا لها غادي يصرى لك ما صرى لهذه الانسانه اللي هي ام حالة ترك اللي هي منى صابر. قال لها وقالوا لها في تدوينات ان الله يمهل ولا يهمل، وقالوا لها انها جراره الدور. وغادي يجي واحد الوقيته انها اخواني المشاهدين غادي كما منى صابر وكما الاخر غادي يصرى لها، مع العلم انها هي محكومه بثمانيه اشهر نافذه، والاخت ديالها محكومه بعام. اخواني المشاهدين، اللهم لا شماته ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. راه حتى شي واحد ما محشومه اي، ما خصش بنادم يتشفى في الاخر. لا اله الا الله محمد رسول الله. اخواني المشاهدين، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه، ضغطوا على زر الجرس باش تكونوا جديد. وتحياتي لكم وتبارك الله عليكم. هذا هو الجديد.